اسمي محمد مهيوب قاسم من محافظة تعز. موقف اللي خلينا افعل هذه المبادرة وهذه الورقة هو اني رأيت احد الاشخاص جالس بجوار العربية ينظر الينا نظرات يعني غريبة، ما مش جازم اقول انه جيعان او يحتاج شيء. سألته مالك يا حاج ايش فيك، قال لي سحبنا من جنب الناس جنب العربية حقي، قال لي ابني جاوع. يعني استغربت انا في هذه الدرجة انه شخص جيعان ولا يحتاج شيء وما يتكلم. رأي المجتمع، المجتمع طبعا في مؤيد وفي والأغلبية حوالي 80% يعني متفلسفين، يعني يقول لك اعمل من صيد مكذبين الشيء هذا. يعني هو انا ما فعلتوش، لا قلت جدي بيت ولا جدي عمارة ولا جدي حاجة، هي لقمة بين الناس، يعني حاجة إنسانية عادية جدا. ونصيحتي للمجتمع افعل خير أو اصمت.